بسم الله الرحمن الرحيم ويعطيكم العافية جميعا. كثير ناس زعلوا لما كنا نحكي عن بداية المحاكمة للمتهمين في قضية نزار بنات، بأنه هناك تخوفات منا إحنا كحقوقيين بأنه تكون هاي المحاكمة صورية وغير حقيقية، ويكون ما فيها ضمانات للعائلة بأنه يكون في هناك عدالة للنزار ولعائلة نزار بنات. ولهيك طبعا فيما بعد العائلة ومحامي اللي يعني اللي كان بيمثل العائلة انسحبوا. نحكي لكم احنا يعني كمجموعة محامون اجل العدالة، ومنتابع كل جلسات المحكمة كمراقبين، وبنعطي كل ملاحظاتنا وبنصدر بيانات حول كل يعني كل محاكمة كمراقبين. حاليا في بنحكي عن 5 جلسات من شهر، من بداية يعني من وسط 5 تقريبا، تمام، حتى جلسة اليوم 20/6. احنا بنحكي عن 1 2 3 4 5 جلسات تم تأجيلها هيك بلا أي شيء، بلا أي تقدم في القضية. في 3 منهم لعدم حضور المحامي تم تأجيلهم، أو يعني المحامي قدم معذرة أو قدم طلب للمحكمة بتأجيل المحاكمة وتأجيل الجلسة. واحدة منهم عدم حضور المتهمين لعدم وجود تنسيق أمني حضورهم المحكمة من أريحة إلى رام الله. وواحدة منهم ما كان في تقديم أي نوع من البينات، وتم تأجيل الجلسة طبعا اليوم. كل هاي المحاكمات اللي هي ما فيها أي نوع من البينات، واللي هي بتتأجل 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 ومش عارفين لمتى تتأجل، وإحنا مقاربين حاليا على في 24/6 على السنوية الأولى لذكرى اغتيال شهيد الكلمة نزار بنات. إذا كانت المحكمة هناك في تخوف إنه المحكمة ما تجيب حق عائلة نزار بنات ومحبي والشعب الفلسطيني أيضا، اللي فقد من أهم المدافعين عن الكلمة وحرية الرأي والتعبير. السؤال اللي هذا راح يكون لإلكم وللمحكمة وللحقوقيين ومؤسسات حقوق الإنسان محلية والدولية ولكل من تابع قضية نزار الفلسطينيين: من سيجلب العدالة للنزار بنات؟ هذا هو السؤال اللي مطلوب منا احنا جميعا نجاوب عليه.